مشاهدينا الكرام، لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد عمران السايح القانوني من مدينة طرابلس. مرحبا بك سيد عمران، أولا هل تسمعني؟ سيد عمران؟ نعم. طبعا هذا العنوان ربما قد لا يطلع على تفاصيله أو لا يدركون تفاصيله قطاع واسع من الليبيين، فنريد في البداية أن تطلعنا على ما المقصود بالتحكيم في ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة كان الهدف الأساسي من عقد هذه الندوة هو التعريف بالتحكيم كوسيلة لفتوى المنازعات عموما، وخاصة في مجال منازعات عقود التجارة الدولية، لأن من خلال الواقع العملي تبين أن الخسائر المادية اللي تلحق بمؤسسات الدولة هي خسائر كبيرة جدا نتيجة عدم الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي كوسيلة من مسائل تسويق المنازعات الدولية خاصة، وكما ذكرت أن التحكيم هو بديل عن الفضاء الوطني في الدول، لأن يلاحظ من خلال الواقع العملي أن أغلب عقود التجارة الدولية ينص أطرافها على ضرورة اللجوء للتحكيم في حالة ما إذا نشأ نزاع بين الأطراف المتعاقبة. من خلال الواقع العملي طبعا، وهو عنوان هذه الندوة الواقع والطرقات فيما يتعلق بموضوع التحكيم، الواقع في واقع التحكيم منازعات عقود التجارة الدولية في ليبيا الحقيقة واقع مرير، وهذا جاء من عدم مجاراة التطورات التي حصلت في هذا الموضوع في العالم. الآن غالبية دول العالم مهتمة بهذا الموضوع نظرا لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني. واقعنا في التحكيم خسائرنا كثيرة جدا جدا، كل الدعاوى التحكيمية المرفوعة أمام مؤسسات التحكيم الدولي يلاحظ أن الطرف الليبي يخسر هذه الدعاوى جلها، والخسارة في الدعاوى التحكيمية في المنازعات العقود التجارية التجارة الدولية خسارة كبيرة في مئات الملايين. حاولنا أن احنا نبطل هذا الواقع، ثم بعد ذلك طموحنا هو أن يكون هناك قانون ينظم التحكيم التجاري الدولي في ليبيا. طموحنا أيضا أن يتم دعم المركز الليبي للتوفيق والتحكيم، الدعم المادي والدعم البشري أيضا يتمثل في إعداد المحكمين، إعداد المستشارين، إعداد المحامين في هذا الموضوع. طبعا هذا يتطلب لازم من تدريب كوادر تكون قادرة على خوض غمار دائما نحن نسميها حرب، صراحة حرب قضية، لأن الجانب الديني يخطر في هذه القضايا. الحقيقة كان هذه الندوة لها جوانب إيجابية كثيرة، ولاقت اهتمام كبير من قبل الحاضرين ومن قبل المسؤولين اللي تم تعريفهم بالتحكيم وتم تعريفهم بالمركز الليبي للتوفيق والتحكيم، وتمت التوصية على أن يقوم المسؤولون الذين يقومون بتوقيع هذه العقود مع أطراف أجنبية أن ينصوا على المركز الليبي للتوفيق والتحكيم كمؤسسة تحكيمية تنظر أمامها هذه المنازعات. طيب سيد عمران، حتى يعني لا يكون كلامنا في هذه المداخلة أكاديميا، دعنا نأخذ مثلا على سبيل المثال مثلا على أرض الواقع، يعني مثلا هناك حديث على أن هناك مليارات موجودة في جنوب أفريقيا وتحت عهدة الحكومة الجنوب أفريقية،
فبالتالي مثلا إذا أخذنا هذا كمثال، هل جلب هذه المليارات يعني التحكيم الدولي قادر على جلب هذه المليارات وإعادتها إلى الدولة الليبية، أم أن بالأساس قبل أن يكون تكون يعني الرغبة في الاستعانة بالتحكيم يجب أن تكون هناك دولة مستقرة قائمة ولديها حضور قوي على الصعيد الدولي؟ أكيد ما فيش شك. فيما يتعلق بالمبالغ المالية المودعة في دولة جنوب أفريقيا، أعتقد أنها هي ليست عقود، لا تندرج تحت نطاق عقود التجارة الدولية، وهي عبارة عن اتفاقية دولية بين دولتين. هذه لو حصلت بشأنها منازعة لن يحكمها التحكيم التجاري الدولي، هذه يحكمها ما يعرف بالتحكيم الدولي العام أو القضاء الدولي في حالة ما إذا حصلت منازعات بين الدولة الليبية ودولة جنوب أفريقيا بشأن هذه الودائع. يعني لكن في مليارات في قضية الأوراق تم الحكم على الجانب الليبي فيها بحوالي 950 ألف يعني تقريبا مليار، زائد فائدة بنسبة 4% من تاريخ صدور الحكم وهو في 22/3 سنة 2013. الآن قيمة هذا الحكم أو التعويض تتجاوز المليار. عندنا قضية بنك جولدمان في بريطانيا بالمليارات، عندنا قضية بنك سويسري جنرال في فرنسا حتى هي في حدود 2 مليار. قضايا أخرى الآن مرفوعة أمام محكمة تحكيم غرفة التجارة الدولية في باريس. فحقيقة قضايا عديدة يعاني منها الجانب الليبي في هذا الموضوع. طيب شكرا جزيلا لك على كل التفاصيل التي أورتها لنا السيد عمران السايح القانوني الليبي، كنت معنا عبر الهاتف.